هو طبعا المراحل السنية بتاعت البراعم يمكن هي دي اللي بيبقى التركيز الكبير عليها، لان بيبقى بداية السن. يعني عندنا قطاع البرائم كابتن اكرامي عامل لنا معايير ومقاييس معينه للحراس اللي هي بتتقدم، انت عارف ان بيتقدم مع اعداد كبيره جدا. يعني احنا هنا بالنسبه للنادي الاهلي، يعني احنا انتهينا الاسبوع دوت من مرحله 2007 و2006، خدوا يومين وكان في تصفيه يوم، والنهارده اخر يوم كان التصفيه بتاعت مراحل التسعه والثمانيه والعشره. احنا عندنا بالنسبه يعني اللي احنا عندها السنه اللي فاتت كان مختارين مجموعه مميزه من الحراس، معموله حاجه في النادي الاهلي مش معموله في اي مكان في مصر، ان احنا مش مجرد ان احنا بنختبر الولد بس فقط، لا احنا عاملين معايشه للولد في النادي. المجموعه المميزه اللي احنا بناخدها من الاختبارات الكابتن عمل لهم برنامج، لان انت عارف برضو الولد اللي بيجي يعني بيبقى برضو هايب النادي الاهلي، احنا بنديله نفس الحاجات اللي بياخدها الحارس اللي عندنا عشان يعمل تقييم بينه وبين الحارس الجديد. فالحمد لله يعني في مجموعه مميزه احنا خدناها من مواليد 2010 و2007 و6 و8، دول ان شاء الله هيبقى في تصفيه ليهم يوم 21/8، دي مرحله سنيه، ومرحله سنيه تاني يوم 20/8. المرحله المجموعه اللي هناخدها هنعمل لهم برنامج برده ومعايشه بحيث نعمل ليهم مقارنه مع الاعمار اللي هي عندنا. يعني طبعا المواهب موجوده، عايز اقول المواهب موجوده وفي عناصر كتير مبشره، ودايما المواهب دائما وابدا موجوده. الاعداد كبيره جدا، عايز اقول ما شاء الله، طبعا تعرف شعبيه النادي الاهلي كبيره جدا والاعداد غفيره. بالنسبه للمعايير في مواصفات فنيه وبدنيه طبعا لازم نشوفها في حارس المرمى. بالنسبه للمراحل الصغيره 2008 2009 2010 دي بيبقى الجانب الابرز اللي احنا بنبص عليه، الجوانب المهاريه والفنيه. المرحله اللي اكبر شويه السته والسبعه بنبتدي نبص برضو بجانب الحته الفنيه والمهاريه، المواصفات البدنيه والسمات الشخصيه. انت عارف حارس مرمى النادي الاهلي لازم تبتدي تشوف حارس مرمى يملك الصفات والسمات الشخصيه انه يقدر يحرس مرمى النادي الاهلي، ونزرعها وننميها في الولد. فده بالنسبه للمرحله 2006 و7. بالنسبه للمرحله الادنى 8 و9 و10 بنبص على الموهبه، النواحي المهاريه والفنيه اكتر من النواحي البدنيه. بالنسبه للمرحله الاولى كان في 2006 و2007 على يومين، واليوم الثالث تصفيات، دول اللي اجتاز منهم الاختبارات. طبعا تم تحديد ميعاد كابتن اكرامي 21 اغسطس ان شاء الله، ديت بتبقى المرحله اللي هيبقى فيها المقارنه مع حراس المرمى المقيدين بالنادي، وطبعا اللي بيتطور منهم اللي بيزيد بيتطور وبيقدر يثبت ذاته هو بينضم للنادي الاهلي. بالنسبه لمرحله 2008 و9 و10 تم تحديد ميعاد 21 اغسطس، طبعا برضو بيتم المقارنه بالحراس المرمى المقيدين في النادي هنا، وزي ما قلت لحضرتك اللي بيثبت ذاته ويقدر يتطور من نفسه وامكانياته بيدخل طبعا مع الولاد ويبقى مقيد في النادي الاهلي. والله السنه دي الكابتن اكرامي يعني المعايير بتاعتنا اتغيرت شويه. رقم واحد احنا بنبتدي ناخد الشخصيه بالنسبه لحارس المرمى اللي تتناسب شخصيه النادي الاهلي، زائد انه يكون بيعرف بيلعب رجله كويس، زائد النمط الجسماني ودي حاجه مهمه. وبالنسبه للمهارات ربما بناخد ممكن مثلا 20%، واحنا بننمي بعض المهارات في الاعمار الصغيره دي احنا بننميها كمدربين حراس مرمى. وبصراحه دي بقت مشكله بتقابلنا كمدربين حراس مرمى، ان الاولاد كلهم عايزين يلعبوا لعيبه، فاصبح دلوقتي حراسه المرمى فيها جزء كبير من الصناعه. فاحنا دلوقتي يعني بنبتدي ناخد جزء معين من المهارات وبنبتدي احنا ننمي القدرات دي، بس على انتقاء كويس بالنسبه للقوه الجسمانيه بتاع الولد، ما يكونش عنده فلات فوت في رجله، ما يكونش عنده تشوهات عضليه او جسمانيه، فالحاجات دي بتفرق جدا.